بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تسلم مدير أوقاف أسيوط الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 14 طنا لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس لعام 2021، وصلت الدفعة الخامسة إلى مديرية أوقاف قنا وقدرها 3 أطنان، فيصبح إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف قنا 18 طنا. لقد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي 3 أطنان، وبهذه الكمية يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الآن 14 طن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم 14 أغسطس 2021 تسلمت مديرية أوقاف الغربية الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي ومقدارها 2 طن. اليوم الأربعاء الموافق 11/8/2021، وفي مستهل بداية العام الهجري الجديد، تستقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي، وهذه الدفعة قدرها 4 طن، وعليه فيكون مديرية أوقاف الأقصر قد تلقت ما يقرب من 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.